الطواليط يعني واحد العمل اللي هو كان زعما عمل لا يحدى به، كان جبار اللي تنتمنى ونتمنوا من الاخوان يحتفظوا على هذا المرفع، على هذا المرحاض هذا، لانه محتاجين لي ضروري، ماشي هذا لكن واحد اخر ان شاء الله راه غادي ليه ان شاء الله يكتب الله. المهم الرساله اللي غنعطيها للاخوان ديال اصحاب السوق هما يحتفظوا على هذا المرحاض اللي هو ديالهم ورا من اجلهم الدار ويحتفظوا عليه. ما كانش المحل كيفاش كان؟ كانت يعني كانت شي حاجه يعني كانت فيها احتياجات للسوق، يعني ما كانش مرحاض، يعني دابا ملي كاين هذا المرحاض هذا خصهم يحتفظوا عليه. الرساله اللي عندي هو يكون صحاب السوق ان شاء الله يكونوا يد واحده، حنا ما كاينش عندنا مرحاض لكن حوايج اخرين في المستقبل خصهم يداروا. مازال خاص مازال مثلا الطريق خصها تصايب، التغطيه راه خص بزاف ديال الحوايج، خص الضو، خص القرارات ديال الجوطي ديال صحاب الحوانت، راه ما عندهمش قرارات، خاص المواكن العدادات الكهربائيه ديال الحوانت، راه ما عندهمش عدادات، يعني هذا انزاز راه هو بسيط، ولكن حنا راه خصنا بزاف د الحوايج خصها تدار هنا في السوق، راه ما كاينش عين المرحاض بوحدو، راه كاين التغطيه، كاين الشارع خصو يتصايب، خصو يتغطى، خص الجوطي خصها تكون واحد النموذج، يعني الاخوان يكون زعما هذاك الشيء اللي تنتمناو في هذا السوق يتحقق ان شاء الله. ولكن باش غيتحقق تحقق بالمجهودات ديال صحاب السوق، ما بقاوش غنهضروا، راه نتحدوا مع بعضياتنا، الجمعيات يتحدوا كلهم ونديروا في يد، والسوق راه خصو بزاف د الحوايج اللي خصها تدار، وتنتمنى ياخذوا هذا الحدو ديال هذا المرحاض هذا. وتنشكر الاخ هادي اللي هو دار مجهود، دار مجهود جبار، يعني راه مجهودات خصنا حنا نشكروه عليها، ولا كانت شي حاجه اضافيه راه المستقبل ان شاء الله. تحدوا عن المرحاض، المرحاض الحمد لله بكون جمعية الأبرار والناس المسؤولين ديال جمعية الأبرار، كان الفضل يرجع لهاد الناس هادو اللي فكروا هاد الفكرة اللي كان محتاجها السوق، وكانت من الضروريات، لأنه الإنسان ملي كيكون في السوق وما يكونوش فيه مراحيض وما تكونش مراحيض نقية، كيكون الإنسان لما يدخل السوق ويلقى مرحاض ويلقى فين يتوضى، هذا راه إنجاز الحمد لله في حد ذاته، وهذا ما علينا، هذا ما هو إلا مشروع الحمد لله الأول. اما التخطيط في جمعيه الابرار كنتمنوا ان شاء الله يكون عويل لينا باش نحققوا انجازات اخرى، منهم الطريق في السوق، منهم قوادس ديال الواد الحار لان كنلقاو الغيث، الناس كتدخل وكتلقى وي، منهم عدادات ديال الكهرباء، الناس ما عندهمش عدادات ديال الكهرباء، وهذا السوق راه كيمثل المدينه تاع المحمديه، يعني لازم ان شاء الله بحول الله نديروا اليد في اليد ويكونوا الناس عويل لينا اللي هما مسؤولين ديال المدينه، الله يجهز لهم بخير. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ينتظروا لهذا السوق ويعاونونا، كاينين الناس اللي هما مسؤولين في هذا السوق اللي هما جمعيات، وكنتمنى من الله الناس المسؤولين تاع المحمديه يعاونونا شويه، لان خاصنا بزاف وخاصنا اللي غادي يعاوننا في النقاط اللي هي خاصها الدار. وشكرا. السلام اخويا. دابا الطواليط هادي خويا، السلام عليكم. الطواليط دابا مدة عام قل شي شهرين، في رمضان ديال العام الاول بداو فيها بريباراسيون ديال الخدمة، ودابا هي كمل العام، وقريب يكمل العام وهي الله حلوها، ولكن يخدموها مزيانة الحمد لله، خدموها مزيانة. ما كاين التجار هنايا التجار اللي تعاونوا فيها، التجار والحرفيين هما اللي تعاونوا فيها باش الله يخلف عليهم. مزيانه شحال هكا الدوش تما؟ لا الدوش، لا ما كاينش الدوش، لا كاين الدوش فيها، هي كاين الدوش ولكن الناس ما غاديش يدوشوا، لا كاين بحال دابا كاين بحال دابا مولين الزراعيه كيعمروا غبره، بحال الميكانيك السكلسيه ما يمكنش يدوش فيها السكليس، يجيو لها مولين الزراعيه اللي يحركوا داك الشيء ديال الغبره وداك الشيء ديال الزراعه، فهمتي؟ اما السكلسيه غيعمر يدي، غادي يغسل يدي ويمشي بحال هكا، سمعتيني؟ والحمد لله. الحمد لله بخير. الله يعاونكم.